باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في دراستنا رسالة يعقوب خلصنا نص الإصحاح الأول وهندخل في الآية رقم 13، فعشان تبقى الأفكار متسلسلة افتكروا معايا أول آية حفظناها: احسبوه حينما تقعون في تجارب متنوعة. يبقى الإصحاح بيتكلم عن التجارب وإزاي نواجهها، ودايما نبقى فرحانين. معلمنا بولس يقول: كحزانة ونحن دائما فرحون. ودايما الآلام تسبب مجد، يقول معلمنا بولس: لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزياتنا. طب إزاي نحتمل التجربة؟ أول حاجة باقتناء الحكمة السماوية. أقول له: يا رب اديني حكمة عشان أقدر أعدي التجربة دي. اللي تعوزه حكمة يطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. نمرة 2 بالاتضاع. دي الأفكار اللي موجودة في الرسالة. عندي تجربة أحتملها أولا بالحكمة، لو ما عنديش حكمة أطلب. نمرة 2 بالاتضاع وليس بالاتكال على الغنى. خلي بالكم من دي، معظم التجارب الناس يخرجوا منها بالفلوس. يعني مثلا تجربة المرض محتاجة فلوس، تجربة قضية ومشكلة وبتاع محتاجة فلوس، فاللي عنده فلوس يقول لك ما بيهمنيش، واللي ما عندوش فلوس يحس ان هو اتزنى. فهنا الرسالة بتقول لي: لا، مش بالاتكال على الغنى، بالاتضاع وإدراك زوال العالم كزهر العشب يزول. إدراك زوال العالم يخفف عني هم التجربة، مصيرها تنتهي. وبالنظر إلى إكليل الحياة زي ما قال في الرسالة: لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لاحظوا هنا إلى حد كبير الرسالة مش بتعالج إزاي أخرج من التجربة، لكن إزاي أواجهها، إزاي أفرح وأنا متجرب، وإزاي أجتاز التجربة وأستفيد منها. حتى لو ما خرجتش منها ما فيش مشكلة، لكن المهم إن أنا أستفيد منها. وبعدين يدخل في جزء تاني بقى، آية 13: لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. الآية دي معناها لو سمحت ما تلومش ربنا، ما تلومش ربنا، ما دي خطية ممكن نقع فيها. أول ما الواحد يدخل في تجربة يقول لك: ربنا عمل فيا كده ليه؟ فقال لك إذا جرب أحد ما يقولش إني أجرب من قبل الله. من جهة الله هو غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. غير مجرب بالشرور معناها إن هو نفسه ما بيدخلش في شر، وفي نفس الوقت لا يجرب أحد بالشرور. الشرور هنا معناها الأذية. الأذية ممكن تيجي من الناس، تيجي من الشيطان، تيجي من نفسي، لكن الله لما يسمحش بالأذية ولا الشر. الشر لو كان خطية، يعني لو كان مقصود بكلمة الشر الخطية، يبقى بكل تأكيد مصدرها الشيطان أو الذات، الإنسان من نفسه. والشر لو كان مقصود به الأذية دي غير دي، فربنا ما يحبش الأذية.
لكن المهم ان القضية بتاعت الشر والخير دي فيها كلام كتير وكتاب كتير من زمان دينيين او غير دينيين كتبوا فيها مين اصل الشر في العالم، لدرجة ان زمان كلكم عارفين طبعا الغنوصية كانوا بيقولوا في الهين، اله للخير واله للشر، فبيعتبروا اللي احنا النهاردة بنسميه الشيطان كأنه اله خلق الشر، ولان الفكرة دي برضو غلط لان ما فيش خالق غير الله. ففي سفر أشعياء ربنا قال لهم أنا هو الله ليس آخر سواي، وقال إن أنا خالق الظلمة والنور وخالق الخير والشر. فالناس ظنوا إن كلمة خالق الشر يعني الله بيعمل الشر، لكن هو عايز يقول محدش غيري بيخلق، والحاجة اللي انتوا تعتبروها أذية أو شر أو تجربة برضو أنا السبب فيها، لأن مفيش إله آخر. أقول طب ما أنت قلته إن أنت سبب الشر، يقول لا، الأذية اللي بتيجي للإنسان لو أنا تواجهت معها مواجهة سليمة هتخليني أستفيد. هقول لكم زي إيه. لو أنا عندي بذرة قمح شلتها في علبة من القطيفة وفي دولاب من الإزاز، أنا بكرمها ولا بأفسدها؟ طب عايز أكرمها أعمل فيها إيه؟ في الطين، صح كده؟ طب لو رميتها على وش الأرض تنبت؟ لازم إيه؟ تندفن، يعني أدوس عليها برجلي، لما تدفن في الأرض تبتدي تنبت وتطلع إيه؟ ثمرة. دي الكلمة اللي قالها المسيح، حبة الحنطة إن لم تقع فهي تبقى وحدها ولكنها إن ماتت تأتي بثمر كثير. حاجة تاني، لو أنتوا عندكم طفل صغير سنه شهرين ثلاثة بنقعد نشيله في حضننا، لكن كبر بقى عنده سنتين ثلاثة لسه شايلينه محطناهوش على الأرض، إحنا من كتر حبنا فيه ما نحطوش على الأرض خالص، بقى عنده 5 سنين لسه شايلينه، 10 سنين لسه شايلينه، ده احنا بنكرمه؟ أمال نعمل ايه في الطفل عشان يكبر؟ ارميه في الأرض، سيبه يجري، سيبه يحبي، سيبه يحرك عضلاته، صح كده؟ ولذلك هتلاحظوا أحيانا إن أطفال الفقراء يكونون أكثر صحة من أطفال الأغنياء. تعرفين ليه؟ الطفل اللي ابوه وامه بيقعد يدلعه فيه، يشيله يحطه بطاطين وقود وقفل وامنع الشباك ويقفل النور ويجيبوا كتب ازاي نربي الطفل وماشيين بالمسطره، فيطلع الولد صحته ضعيفه. التاني اللي باباه شغال تاجر خضار ومامته قاعده على الرصيف والولد قاعد ياخد من التراب يحطه ببقه بيطلع صحته حلو. ايه رايكم في الوصفه البلدي دي؟ ليه تطلع صحته حلوه؟ لانه بيتحرك طول الوقت، بيتحرك وجايز جسمه بياخد مناعه ضد الامراض نتيجه التلوث اللي عايش فيه. فمش دايما الحياه الرغده تفيد الانسان. تبص تلاقي ولد أبوه فقير وأمه فقيرة، فمن هو طالب يشتغل ويصرف على نفسه ويصرف على البيت ويساعد فيطلع قوي الشخصية وعظيم. زميله اللي في سنه فصح ودلع وأكل وشرب وبعدين يطلع لغاية ما يتخرج تلاقي مامته جاية تقول عايزين نشوف له شغلانة بس مريحة، ومامته اللي جايه تقول، مش هو مثلا يروح يقاوح ويعافر عشان يشتغل، لا، وبعدين يروح بقى يعمل انترفيو يبصوا عليه كده واد فافي قوي يقول لك ده مش هينفعنا، فاحنا اهلا وسهلا سيب لنا الكارت وهنبعت لك. واحد تاني جنبه
يعافر مع الحياة وينتصر. فمش دايما الحياة المرحرحة هي الحياة الكويسة. فدي تفهمني ليه ربنا بيخلي هناك صراع في الحياة عشان الإنسان يتقوى. أي حد فينا أصيب في يوم من الأيام بشرخ في عظمه وجبس رجله ولا إيده، لو طالت جبس بعد ما يفك الجبس يلاقي العضلات بتاعته إيه، حصل لها ضمور من قلة الحركة وإيده تعبانة، فيقولوا له يعمل علاج طبيعي. التمرينات تقوي الإنسان. جماعة الرياضيين أحيانا بيقعد يعمل تدريبات يوميا. يعني أنا فاكر في مرة كنت بزور أسرة في الزمالك عندنا، ففي بنت كانت في سن ثانوي، قول لها ما جتيش للمؤتمر، كان مؤتمر ثانوي، قالت لي عشان عندي تدريبات سباحة. تدريبات سباحة دي كم مرة في الأسبوع؟ قالت لي يوميا. يوميا؟ قالت لي آه. كم ساعة؟ قالت لي احنا بنروح الصبح نيجي آخر النهار. كانت داخلة مسابقة دولية على مستوى العالم. طب ليه يوميا؟ قالت لي احنا جسمنا لو ما عملناش سباحة يوميا الجسم ينشف. حاجة عجيبة، بس عشان داخلة مسابقة دولية على مستوى العالم يعني. الجماعة بتوع الموسيقى لازم ايده تتحرك وإلا صوابعه تنشف. ياما ناس كان يعزفوا موسيقى والنهارده يقول لك خلاص مش عارف ليه صوابعه نشف. الحركة دي على الأورج ولا على أي آلة محتاجة تمرين. لعيبة الكورة اللي بياخد الكاس واللي بياخد الدوري واللي دخل جون، دي الحكاية مش لعب، ده تدريبات شديدة جدا. عندنا الولاد بتوع مدرسة ماري مرقص، وانتوا بتشوفوهم في الحفلة الختامية أحيانا بيعيطوا وهم بيعملوهم التدريبات بتاعت الجمباز، بس هما مبسوطين لأن بعد ما بيعمل التدريب العنيف اللي بيتعبه بيبقى فرحان إن هو عمل حاجة، وبعد كده بعد ما كان بيتعبه مبقاش يتعبه. في المذاكرة، لو أنا جيت لولد في ثانوية عامة وديت له امتحان بتاع إعدادية سهل جدا في الرياضة أو بتاع ابتدائي، أقول له سمع لي جدول الضرب، ده أنا دربته على حاجة. لكن لما اديله مسألة صعبة يمرن بها ذهنه ويطلع ويحفز نفسه على المعرفة. فربنا بيحب ان هو يعظمنا يكبرنا. فالواحد لما يلاقي فيه تجربة جاية يفهم قصد الله. الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احدا، ولكن كل واحد يجرب. هنا بقى تجربة الشر جاية ازاي؟ اذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة اذا حبلت تلت خطية، والخطية اذا كملت تنتج موتا. دول كم مرحلة؟ ثلاثة. الاول انجذاب وانخداع، وبعدين الشهوة تبتدي بقى تتخمر، سماها هنا حبلت، وبعدين تلد الخطية. دي المرحلة الثالثة. انجذب وانخدع في اللفظ اليوناني هي نفس اللفظ اللي بيستخدم في الطعم اللي بيتحط في سن الصنارة عشان يصطاد بيها ايه؟ السمك. احيانا يجيبوا الطعم دوت يكون كمان ليه ريحة تجذب السمك، فالسمكة تحس ان في اكل تجري عليه، تكون هي اللي اتاكلت. فبيقول كده ان الشيطان بيصطادنا بالانجذاب والانخداع، يديني حاجة كده زغل العناية اجري عليها يروح صيدني، يديني حاجة ريحتها حلوة او فيها لذة او فيها شهوة انجذب اليها يروح صيدني. فالانسان بيقع اذا انجذب وانخدع من شهوته. هناك آية في سفر الامثال في اول اصحاح جميلة جدا، بتقول باطلا
تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح، باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. طالما عندك جناحين وعينتين محدش يقدر يصطادك. انا هتخيل طائر اعمى ونصبوا له الشبكة هيصدوه، او طائر مفتح بس جناحاته متكسرة هيقدر يطير؟ طب لما يكون عنده عينتين وجناحين ايه عذره في انه ما يطيرش؟ فدي معناها انت ايه عذرك في انك يصطادوك؟ ما دام عندك عقل، ما العينين بترمز للعقل. على فكرة بالمناسبة كلمة عين في القبطي فال او بال، بال يقولك الموضوع ده في بالي يعني في عيني. فطالما عندك بال، عندك عقل، عندك عين، طير. يعني الإنسان يهرب من فخ الخطية كمثلما إنسان يهرب من عقربة أو من تعبان. ليس من الحكمة ولا من الذكاء إن الواحد يقف قدام القطر ويقول أنا ما بيجرليش حاجة. يا ما ناس يغلطوا بالغلطة دي، يا ابني بتتفرج على الحاجات دي ليه؟ يقول لك مش متأثر، لا ما بتفرقش معايا. لا، ده انت واقف قدام قطر وتقول أنا مش بيهمني. فالإنسان بينجذب وينخدع أولا من شهوته، وبعدين الشهوة لما تحبل تلد خطية. تحبل دي معناها إيه؟ يعني نديها فرصتها، زي ما يقول لك الفكرة اتخمرت في دماغه. ودي تفكرنا بقصة حصلت في بستان الرهبان. في مرة أب شيخ معاه تلامذته ماشيين في الصحراء وبيقولوا له كيف نتخلص من الأفكار الشريرة. فكان هما ماشيين شايفين حتة نبتة أرض كده، نبتة طالعة من الأرض. فقال له واحد من تلامذته هات لي الزرعة دي. فشدها في إيده واداها له. فبص فيها وقلب ورماها. ومشيوا من غير ما يتكلم، مستنين إجابة. هو ما غابش. وبعدين شويتين لقوا شجيرة طويلة شوية. فقال له هاتها لي زي جبت اللي فاتت. فقعد يهز فيها شوية أكتر من الأولانية، وجم زملاته ساعدوه وراحوا إيه نطعنها واداها له. فبص فيها كده وقلب وراحوا راميها ومشي. بعدين جم عند شجرة كبيرة، شجرة جميز، قال له اخلعها لي. فضحك، اخلعها ازاي دي؟ فقال لهم هكذا الأفكار الشريرة، في البداية ممكن نخلعها بسهولة، لما بنسيبها نخلعها بصعوبة، ولما نسيبها أزيد مش هنقدر نخلعها. جايز الخطية تبدأ فكرا ثم عملا ثم عادة. يعني ممكن جدا واحد يقعد يقول هي السجاير دي طعمها ايه وليه الناس بتشربها، دي فكرة. وبعدين يقول طب ما انا ممكن اجرب مرة واكيد مش هادمن يعني، ولا هبقى متعود عليها، مجرد اجربها بس. فبقى الفكرة بقت ايه؟ فعل. وبعدين لما يقول ايه انا يعني مرة ما جراش حاجة، ومرة على مرة يقول ما جراش حاجة، لغاية ما بقت عادة وهو يقول لك ما جراش حاجة. اتذكر في مرة في ام جت تصرخ تقول لي الحق ابني مدمن. فبعت له جه وقلت له بصراحة كده انا سمعت ان انت دخلت في مجال الادمان. قال لي انا مش ممكن. فالواد شكله كأنه صادق فعلا، أنا أدخل في الإدمان؟ قلت له يعني ما خدتش أي حاجة؟ قال لا، عشان ما بقاش كذاب يعني كده، لكن مش مدمن. قلت له خدت إيه مثلا؟ يعني بانجو؟ قال لي آه. خدتش حاجة تاني؟ قال لي يعني كده حاجات تفاريح. قلت له خدت إيه تاني؟ حشيش؟ آه يعني ما يمنعش.
قعدت وصلت معاه لدرجة ان هو بياخد اكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد مدمن من اول شمة، الهيروين. وهو مش مقتنع، هو مش بيكذب، هو مش مقتنع ان هو مدمن. فبقول له طب انت ليه مش بتقول عن نفسك مدمن؟ قال لي عشان انا اقدر ابطل في اي وقت بمزاجي. طب ما تبطل، يقول لي هبطل. بس هو مش قادر. هو بيقنع نفسه ان هو ما بقاش مدمن، اصل كلمة مدمن معناها ان هو ايه؟ متعود. فهو قال لا انا مش متعود، انا مجرد بس باخدها تفاريح. لكن عادة حقيقة هو مدمن. فالخطية تتسلل إلينا بهذا المنظر. أنا مش بتكلم دلوقتي على التدخين ولا على الإدمان، لكن بتكلم عموما على الخطية. تدخل بالتدريج وما ناخدش بالنا لغاية ما تسيطر علينا. الثلاث مراحل بتوع الفكر والعمل والعادة شبهوهم الآباء بالثلاثة ميتين اللي أرموهم المسيح. أول ميت كان ابنة ييروس، ودي بنت صغيرة ابنة ييروس، كانت بنت صغيرة وكانت لسه في البيت، يعني يدوبك غسلوها نايمة في السرير على ما يعملوا إجراءات الجنازة. جه المسيح قومها، هدي رمز للفكر اللي لسه جوه محدش شافه. خدين بالكم، فكر جوه لسه محدش شافه. جه المسيح قومها، وكانت بنت صغيرة 12 سنة. بعد كده الموضوع تطور، بقى في ابن أرملة نايين، ده كان خارج المدينة ورايحين للمدافع، فده رمز للعمل اللي الناس شافته، مش بس جوه البال، ده الناس شافته، وشاب أكبر من البنت الصغيرة. طب الثالث اللي هو العادة مين بقى؟ لعازر قال عنه ايه؟ أنتن. أنتن يعني إيه؟ الريحة فاحت، ريحة الخطية فاحت. فالمسيح أقام الثلاثة عشان يقول أنا ممكن في أي مرحلة أجيلك وأخلصك من خطاياك. يبقى هنا مراحل الخطية، كل واحد يجرب. إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت ثلاث خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. الخطية إذا كملت يعني إذا كانت بتكررها كتير 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 بقى تنتج موتا. لا تضلوا يا أخواتي الأحباء، حدش يضحك عليك. كلمة لا تضلوا ما تديش فرصة لحد يضحك عليك. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هنا ايه ربط الديه بديه؟ خلي بالكم، بيتكلم عن التجارب، وبعدين قال عايزين حكمة عشان نقدر نستفيد بالتجربة، اوعى تتكلوا على الاموال، ولكن انظروا الى زوال الحياة وفكر في المكافأة الابدية اكليل الحياة. واوعى حد يقول ربنا هو اللي جاب لي الكارثة دي، لان الله غير مجرب بالشرور وهو يجرب لا يجرب احد، بل بالعكس بقى اللي جاي من عند ربنا هو كل موهبة صالحة، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. بقى ربنا بتاع العطية الصالحة تقول عليه يجيب الكوارث. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة نازلة من فوق من عند أبي الأنوار. طبعا أبي الأنوار اللي هو الآب، والابن هو النور. قال أنا هو نور العالم. فالآب هو أب النور، والروح القدس هو روح النور، الروح المضيء. طبعا عكسها جد خالص اللي هو إيه؟ الظلام. الشيطان اسمه مملكة الظلام، والمسيح قال كده لليهود، هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. والنور بيخلينا نشوف، معناها ان الدنيا بقت واضحة في ذهني. انا دخلت في التجربة دي ليه؟
ربنا ينور لي أفهم. لكن في ناس كتير يسيرون في الظلام فتلاقيه مش فاهم التجربة دي ليه، عمال يخبط في نفسه يخبط في الناس يخبط في ربنا ومش عارف الحكاية ماشية ازاي. طب لو أنا عايز أعرف أطلب من أبي الأنوار يفهمني. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، التعبير دوت يعبر عن حركة الأفلاك السمائية. ليه الأرض أحيانا تبقى منورة وأحيانا تبقى مظلمة؟ ليه؟ عشان الأرض بتلف مش الشمس، الشمس ثابتة في مكانها، وإحنا كده زي الكورة الأرض بتلف، فلو جت الحتة دي قدام الشمس تبقى منورة والحتة دي تبقى مظلمة. عشان كده دلوقتي إحنا في النهار، دلوقتي أمريكا ليل وأستراليا، بعدين تلف الكرة تاني نبقى إحنا في الليل والنص التاني من الكرة الأرضية في النهار. عشان كده بقى في فرق توقيت بين كل حتة وحتة يسموها خطوط العرض حسب مكان الأرض من وجهة الشمس. فالدوران بيعمل ظل وبيعمل تغيير، عشان كده في ظلام وفي نور وفي شتاء وفي صيف. بالمناسبة يعني الشتاء والصيف بيجي ازاي؟ الأرض وهي بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس، الشمس كده في الوسط، فهي بتلف حوالين نفسها تعمل نهار وليل، واللفة حوالين نفسها تاخد 24 ساعة ماشي كده، وهي بتلف حوالين نفسها بتلف كمان حوالين الأرض تاخد 365 يوم وربع اللفة دي حوالين الشمس. بس وهي بتلف حوالين الشمس بتلف في مدار بيضاوي مش دائري، فالبيضاوي يخليها فترة بعيدة عن الشمس تبقى شتاء، وبعدين تقرب تبقى ربيع، بعدين تيجي قريب من الشمس قوي تبقى صيف، وبعدين تبعد تاني تبقى خريف تبقى شتاء، وتلف كده. وعشان كده تلاحظوا حاجة لو يعني تدققوا، احنا اصل في الدير الحاجات دي تبقى واضحة جدا في الصحراء والدنيا الصافية والدماغ الرايقة. يعني الشمس تشرق من الشرق صح؟ في الصيف تشرق من أقصى الشرق هنا ناحية بحري وتلف ناحية إبلي وتغرب في الناحية أقصى الغرب ناحية إيه؟ بحري غرب، فيبقى اليوم طويل. تطلع بدري قوي من الحتة دي تلاقي الساعة 6 الصبح الدنيا منورة، وتلاقي على الساعة 7 بالليل 8 لسه الدنيا منورة، يوم طويل. يجي في الاعتدال الربيعي والخريفي تشرق الشمس بالشرق بالظبط وتغرب في الغرب بالظبط، فيبقى النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة. نيجي في الشتاء زي اليومين دول تلاقي الشمس تشرق من الحتة دي وتغرب في الحتة دي، فيبقى النهار قليل والليل طويل. كل ده يسميه الكتاب المقدس تغيير وظل دوران. هل الله عنده تغيير وظل دوران؟ لا. هل الله النهارده يعطيني صالحات وبكره يعطيني شرور؟ النهارده نور وبكره ظلام؟ النهارده صيف مسخني بدفئه وبكره مبردني؟ الله ما عندوش التغيير ولا ظل دوران. شفت الرابطه بين دي ودي كده؟ شاء فولدنا بكلمه الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. طبعا ولدنا بكلمة الحق ونكون بكورة من خلائقه تتفسر على مستويين. أولا في الخليقة ساعة ما خلق آدم اعتبره ابنه فقال أنا ولدته. مش شرط الولادة تكون الولادة الطبيعية زي واحد يخلف طفل، لكن ممكن طفل أنا بعمده أقول أنا ولدته. بولس الرسول قال عن أنسيموس ولدته في قيودي. أو ممكن الولادة دي تكون كتاب بكتبه
يستغرق مني وقت طويل وجهد كتير، والفكرة بتتخمر في الدماغ، وبقعد أراجع في الورقة والكتابة والعبارات والمراجع لغاية لما يطلع يبقى في مولود جديد ظهر للنور، هو كتاب. أنا إنسان وهو كتاب، ومع ذلك ممكن أقول الكتاب ده ابني، ابن البكر. فالله لما خلق آدم قال عن آدم إنه ابنه، قال أنا ولدته. طبعا أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان نفرق ما بين ولادة آدم بالخلق وولادة المسيح من الآب بالجوهر. لأن الواحد فيكم لما يتجوز يخلف، هيخلف كتاب ولا يخلف ولد من نفس طبيعة البشر؟ لكن دي ما تمنعش ان هو لما يكتب كتاب يقول ده ابن. فالله عنده ابن وحيد مونوجينيس، ابن وحيد اللي هو الابن الكلمة اللي هو من جوهر الاب مساوي للاب في الجوهر. لكن ما يمنعش ان هو قال عن ادم ابني، وتلاقوها في انجيل لوقا في سلسلة انساب المسيح في الاخر خلص قال ابن ادم ابن الله، يعني ادم ابن الله. بس في فرق بين الابن بالطبيعة والابن بالتبني. فشاء فولدنا معناها ان بمشيئته الصالحة اعطانا نعمة الوجود، احنا ما كناش موجودين. يبقى اذا كان هو كل عطية صالحة جاية من فوق، من ضمن العطايا الصالحة انه شاء فولدنا. وكلمة بكلمة الحق، لأن الله خلق العالم كله بالكلمة، ليكن نور فكان نور. فالخليقة كانت الكلمة، والكلمة هو المسيح، والكلمة هو الله، واسمه كلمة الحق لأن الآب هو إله الحق. والمسيح قال أنا هو الإيه؟ طريق والحق. والروح القدس اسمه روح الحق. عكس الشيطان اسمه ايه؟ الكذاب، وابو الكذاب. لكن نفس الكلام اللي انا قلته دلوقتي ان الله ولدنا في الخليقة، نقدر نفسره كمان ولدنا في المعمودية. ولدنا ميلاد جديد عشان يجدد خليقتنا بالمعمودية. وكلمة شاء فولدنا بكلمة الحق، ايه الرابطة بين المعمودية وكلمة الحق؟ حاجتين. محدش هيجي للمعمودية الا اذا سمع كلمة الحق، طبعا باستثناء الاطفال. واحد مش مسيح هيتعمد ليه يعني؟ ما كانش الاول يسمع كلمة الحق. نمرة اتنين، واحنا بنعمد بنصلي على مية المعمودية، ومن ضمن طقس الصلاة ان احنا بنقرأ كلمة الله على المية في بولس كسلكون ركسيس ومزمور وانجيل، فيتقدس الماء بالكلمة. عشان كده شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. يعني ايه بكورة؟ اول الانتاج. اللي بيزرع غيط اول الانتاج ده اسمه البكر، اللي بيشتغل اول مرتب ده اسمه البكور. فالله خلقنا بكورة من خلائقه، ادانا النعمة ان احنا نبقى اميز حاجة. ما هو البكر معناها الميزة، التميز. المسيح نفسه هو البكر بين اخوة كثيرين، فلما بنتحد به بناخد هذه الباكورة. عشان كده في سفر الرؤيا قال ان احنا هنبقى كنيسة ابكار، بالكاف مش بالقاف. ازاي كنيسة ابكار؟ معناها كل واحد فينا بكري. بكري ايه؟ كنت انا مش اول اخوات، في اخوات قبلي في المسيح صارنا بكر. بكر مش بمعنى فيرجن بتول، لكن بمعنى فيرست بورن. يعني الكلمة في اللغة الإنجليزية في سفر الرؤيا
مش كنيسة فيرجنز بتوليين يعني، ده كنيسة فيرست بورن، كلهم فيرست بورن يعني المولودين الأولين، أول واحد مولود. طب يعني معنى الكلام ده يا رب ان انت كنيستك هتاخد فيها في السماء الولد البكري او البنت البكرية وبقية العيال؟ لأ، قال لأ، كلكم هتبقوا أبكار لأنكم هتتحدوا بالمسيح اللي هو البكر. شفتوا المعنى الجميل؟ فشاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، لاحظوا كتير يتكلم عن كلمة إخوتي دي. عندكم مثلا في أول آية يا إخوتي، ماشي كده، ورونا على إخوتي تاني، الآية 16 لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، وهذه الآية 19 إذن يا إخوتي الأحباء. ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. دي نصيحة جميلة. أنا متهيألي لو أنا خرجت من المؤتمر ده بالآية دي بس هبقى استفدت. أعلم نفسي إن أنا أبقى مسرع في الاستماع، مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب. إيه رأيكم؟ ده تدريب عملي لذيذ وسهل. يعني الواحد يسمع كتير ويدي فرصة للي قدامه يتكلم، ويبطئ في التكلم، ويبطئ في الغضب. أحد الفلاسفة قال ربنا ادانا ودنتين وفم واحد عشان نتكلم أقل ما نسمع. أحيانا بعض الناس يحبوا نسمعهم، فأنت ما تديليش فرصة يتكلم فيبقى ماشي متضايق. أحيانا يحصل العكس بقى، إن واحد جه يقول لك أنا عايز أسمع منك نصيحة، يقول له اتفضل، طب إيه عن إيه؟ تلاقيه يقعد يتكلم يتكلم يتكلم، مش مديك فرصة تقول له النصيحة. افهمه بقى إن هو عايز يتكلم، هو عايز يفضفض، ما تقعدش تقطعه، يقول 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 يقول، في الآخر هتلاقيه مش عايز حاجة ويقول لك باي 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 باي، يرجع يقول الأخ ده ريحني جدا، بيقول لي النصايح حلو مع إنك أنت ما اتكلمتش. دايما يقول لك المتكلم اللبق هو اللي يسمع كتير، فالناس تقول عليه ده متكلم لبق، قعد يسمع كتير فاستريحوا له ففرحوا بيه، بينما لو ما اداش فرصه لحد يتكلم خالص يتضايقوا منه. افتكروا الكلمه اللي قالها القديس ارسانيوس: كثيرا ما تكلمت وندمت، وعن السكوت لم اندم قط. سفر الأمثال مليان آيات عن الصمت، إزاي الواحد يصمت وإزاي يتكلم بكلام فيه حكمة. لكن هناك قول في منتهى الجمال هقوله لكم، حاولوا إيه تحفظوه أو تعرفوه أو تكتبوه أو أي حاجة. بيقول إيه؟ تستدل على رجل الله، تستدل على رجل الله من كثرة سكوته. سهلة دي؟ تستدل على رجل الله من كثرة سكوته. إذا تكلم يتكلم بكلام الله، وإذا سكت يتكلم مع الله. لأن هناك صمت شرير، هو تفكروا كل اللي ساكت إنسان قديس. هناك صمت سلبي، وهناك صمت مقدس، وهناك صمت شرير. الصمت المقدس ان الواحد ساكت لكن قلبه من جوه بيتكلم مع الله، ومش عايز يقطع الحوار مع المسيح، فمش عايز يتكلم عشان هو شبعان بربنا. وهناك صمت سلبي ان الواحد ساكت وفكره رايح جاي في اي حاجة. والصمت الشرير انه قاعد ساكت عشان بيدبر مؤامرة. احيانا بعض الاطفال الصغيرين لما يكون من نوع الشقي قوي وفجأة ليه هدي كده، تقول في وراه حاجة، يعني هو قاعد دلوقتي بيخطط لي على حاجة. بعض الناس كده بقى، مش الاطفال، تلاقيه ساكت 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 علشان يفقع قنبلة.
فمش كل صمت يبقى مقدس. وكذلك الكلام، هناك كلام مقدس وكلام باطل وكلام شرير. الكلام المقدس اللي بيبني الناس ويفيدهم، سواء كلام الله أو كلام يشجع به الناس. الكلام الباطل اللي هو الهزار والتريقة وتضييع الوقت، كلام ما بيجيبش فايدة. كلام الشرير اللي فيه بقى الألفاظ الرديئة أو النميمة أو تهييج الخصومات. أحسن للإنسان إنه إيه، يكون مبطئا في التكلم، مسرعا في الاستماع، ومبطئا في الغضب. طب إيه ربطة الآية دي بموضوع التجارب؟ ما أنا ممكن تجيلي تجربة ألاقي نفسي على طول رحت نطقت بكلام ضد ربنا، يقول لك خلي بالك، طول بالك، ما تبقاش مسرع في التكلم، خليك مسرع في الاستماع. قول له يا رب انت عايز ايه؟ اول حاجة قول له عايز ايه؟ اسمع منه، واسمع من الناس، اسمع من المرشدين، اسمع كلمة تعزية. بعض الناس تحاول تعزيه بيقفلك السكة، تقول له معلش مصيرها تنتهي، يقول لك بقى لها سنين طويلة. تقول له طب ربنا يسندك، ربنا مش سائل فيا. تقول له طيب احنا هنحاول نشوف لك حل محدش بيسأل فيه، ولا هتعمل حاجة. طب انت بتقفل علي، هقول لك ايه؟ طيب خلاص، ده بقى مسرع في الاستماع ولا مسرع في التكلم؟ ده مش عايز يسمع خالص. بينما في انسان تاني مريح، تلاقيه مستني كلمة تعزية ويهدأ تماما على كلمة واحدة، ده مسرع في الاستماع. فخليك مسرع في الاستماع، مبطئ في التكلم، مبطئ في الغضب. ما تتنرفزش بسرعة، ما تزعلش بسرعة، ما تغضبش على ربنا بسرعة، ما تاخدش موقف من المسيح بسرعة، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. غضب الإنسان لا يصنع بر الله، ده بقى مشكلة بنقع فيها احنا في الكنائس، بتوع الكنائس بالذات. يعني انت دخلت بيتك لقيت حد من ولادك، شكرا، بيعمل حاجة غلط، فانت هكت ومجت وهيصت وعليت صوتك وزعقت وشتمت وضربت وعملت خصومة في البيت وحرب ونار. ونقول لك ليه ده كله؟ يقول لك عشان الولاد غلطوا. طب ما هم غلطوا وانت غلطت. القديسين يقولوا لنا ايه؟ لا تستطيع ان تخرج شيطانا بشيطان. يعني انت لقيت واحد غلطان هتطلعه في شيطان الغضب؟ لا تستطيع ان تطفئ النار بالنار. اصلاح الاخطاء ما يكونش بالثورة، يا اما بقى مش في البيوت، في الكنائس. واحد غضبان وزعلان وهايج ومايج وبيكتب شكاوي عشان يصلح الأوضاع في الكنيسة. طب ما انت عملت حاجة غلط، هو حد يصلح بالثورة بالهيصة؟ غضب الإنسان لا يصنع بر الله. انت عايز بر الله يتحقق بالهدوء، بالوداعة، بالحكمة، لأن الحكمة النازلة من فوق يقول لك مسالمة مذعنة خاضعة. في حد بعت ورقة بيقول ما زالت الأطفال بيعملوا ضوضاء، وعلى الجانبين حتى الكبار بيتكلموا، وآخر القاعة. أرجو ما حدش يعطل حد. اللي اللقاء بتاعنا ما هواش إجباري، يعني اللي جاي المؤتمر ده عشان يتفسح احنا مش هنقول له ما يتفسحش، ينزل اسكندرية، يروح على البحر، اي حاجة، لكن اللي قاعد معانا هيسمع. احنا يعني لما بيكون مؤتمر اطفال صغيرين او شباب ثانوي بنقعد حواليهم كده، لكن ده مؤتمر ناس كبار، اللي عايز يحضر بيحضر، اللي عايز يخرج يخرج، بس اللي يقعد ما يشوشش على اللي حواليه.
غضب الإنسان لا يصنع بر الله، لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسك. كأنه بيقول عشان تخرج بقى من جو التجربة الشريرة اللي تعبتك، اطرح كل نجاسة. وكلمة اطرحوا دي في اللفظ اليوناني زي واحد بيخلع هدومه، هدوم متوسخة يخلعها يستريح منها. اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر. وكلمة نجاسة استخدم فيها اللفظ بتاع، انت عارفين الشمع اللي في الودان اسمه صباخ الأذن دوا، ده الشمع ده بيفرز طبيعي عشان يلين القناة السمعية. بعض الناس الانتاج بتاعهم بيبقى كتير، فتلاقي الشمع يتكوم يسد الودان يعمل زن، يروح للدكتور يغسلها له ودانه فيطلع فايق ورايق والسمع بقى كويس. فهو استخدم اللفظ بتاع الشمع دوت هنا بكلمة نجاسة، فكأنه بيقول ايه، نظف ودانك عشان تسمع صوت ربنا. اطرحوا عنكم كل نجاسة، يعني اخلع الحاجة اللي مخليها صوت ربنا متشوشر. واخلعوا عنكم كثرة الشر، فتقدر بوداعة تقبل الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. كلمة، وطبعا كلمة الله، الكتاب المقدس، وهنا المغروسة تشبيه مش غريب على وداننا، لأن المسيح شبه الكلمة بإيه؟ خرج الزارع ليزرع. فأقبلوا الكلمة المغروسة اللي هي فيها قدرة أن تخلص نفوسك. خلي بالكوا، إحنا دائما الخلاص بدم المسيح، لكن إزاي كلمة الله تخلصني؟ بالتوبة، بالعودة لله، بالإيمان. افرض في واحد مش مؤمن وسمع كلمة الله وآمن، يدخل في سكة الخلاص. فالكلمة قادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. هي دي بقى لب الموضوع. يعني احنا النهاردة عاملين بندرس رسالة يعقوب عشان ايه؟ يعني عشان في الاخر نقول درسنا يعقوب؟ لكن عشان اتغير وأعمل بالكلمة، ده الوضع الصح. كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. خادعين نفوسكم يعني إيه؟ يعني أحيانا الواحد لما يسمع وعظة تعجبه قوي يظن إن هو بقى قديس. خلي بالكم من دي، سمع وعظة حركت قلبه وقال أنا نفسي أتوب ونفسي أمشي في سكة ربنا، ويخرج من كنيسة متعزي وفرحان. معاك حق تتعزي، بس احيانا الواحد يظن ان هو بقى خلاص بقى في دنيا تانية، بقى في السماء. انت لسه ما عملتش حاجة، لسه ما عملتش حاجة، تخدع نفسك ليه؟ ودي طريقة مش بتمشي معانا احنا الارثوذكس، مش بتمشي معانا خالص. ما نحبش اللي هو من اول وعظة بقى قديس، ما نحبهاش، لان دي معناها كده بالظبط، واحد خدع نفسه. والواعظ شاطر في انه طيره للسماء، لكن واقعيا هتلاقيه ايه؟ وقع تاني. فالحكايه عايزه بناء عميق، مش بناء عشوائي هش. فالمهم مش ان احنا نسمع بس، المهم ان احنا نعمل بالكلمه. لانه ان كان احد سامعا للكلمه وليس عاملا، فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. عارفين دي يعني ايه؟ يعني الواحد قام الصبح من النوم، بعدين واقف كده على الحوض بس في المراية، لقى عينيه مش نظيفة ودقنه طويلة، وبعدين مش عارف في صمات في الحتة دي، فقال ياه ده أنا لازم أغسل وشي. وبعدين قبل ما يغسل وشه حد نداه له، فراح هنا وراح هنا وراح هنا ونسي شكله إيه، وراح نازل الشارع بالمنظر ده. هل هو استفاد من رؤية وجهه في المرآة؟
استفادش، نسى ما هو. ده بالظبط لما بنيجي نسمع وعظة تحطني قدام نفسي، اكتشفت ان انا وحش. كويس، اكتشفت ان انت وحش، بعدين هتعمل ايه؟ خلاص هبقى كويس، لازم اتوب، لازم ابقى كويس. انا اكتشفت النهاردة ان انا انسان سيء جدا، عايز ابقى كويس. ده حاجة كويس. خرجنا من الكنيسة، وقفنا في حوش الكنيسة ساعتين نتكلم مع بعض، فنسيت اللي شفته في المراية، نسيته، فخرجت بره في الشارع زي ما دخلت. شوف التشبيه جميل ازاي اللي قاله يعقوب. يقول لك زي ما واحد بص وجه خلقته في مرآة ونظر ذاته ومضى، وللوقت نسى ما هو. لكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، ثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. لاحظوا هنا بيسمي الناموس الناموس الكامل. على فكرة بيزوي، يعني مارتن لوثر لما عمل الثورة الإصلاحية بتاعت البروستانت رفض الرسالة دي ولغاها، عارفين كده؟ وكتب عنها تقرير مازال موجود، يعني قال هذه الرسالة قش، الرسالة دي قش. ليه؟ قال لأنه بيتكلم فيها عن الأعمال الصالحة كتير، وقال مش ممكن يكون يعقوب رسول المسيح يكون كتب الرسالة دي ما فيهاش روح الإنجيل، دي رسالة مليانة بالأعمال. لكن بعد كده اختلفوا معاه البروتستانت وقالوا لا هناخدها نثبتها. فبقى اللوثريين، في ذات طائفة اسمها اللوثريين ليهم اتجاه والباقيين لهم اتجاه آخر. أنا عشان تشوفوا كم مرة تيجي كلمة عاملا بالكلمة، عاملا بالكلمة، عاملا بالكلمة، وهم لغاية النهاردة طبعا يقول لك الإيمان فقط مفيش أعمال. كل ده يوديه فين؟ قال لك ده قش. حاجة عجيبة. مش الواحد لما يلاقي كلمة ربنا يصلح أفكاره، لا، ده لما يلاقي أفكاره يصلح كلمة ربنا، يلغي اللي مش على مزاجه. هو بالمناسبة لغى يعقوب والعبرانيين وسفر الرؤي مع الأسفار المحذوفة بتاعت العهد القديم. بس ده مش يعني إن مش قادرين يقولوا الأسفار دي مش مظبوطة، قبلوها غصب عنهم، بس ما يركزوش عليها في الوعظ بتاعهم، يركزوا على روميا وغلاطيا بس. من اطلع على الناموس الكامل، بقى كلمة اللي فكرني بمارتن لوثر ان كلمة الناموس دي كانت عاملة له ارتكارية. اول ما لقى كلمة الناموس قال لك ده لسه بيرجع بينا للناموس، ده مش ممكن يكون رسول. بينما المسيح نفسه قال ايه؟ ما جئت لأنقض بل أكمل. يعني النهاردة نلغي الناموس اللي بيقول لا تقتل، نروح نقتل ويقول انا مش تحت ناموس؟ مش معقول. ده هنا يعقوب بيسميه الناموس الكامل وسماه ناموس الحرية. انت عارفين ليه سماه ناموس الحرية؟ هقول لكم ليه. لو جه النهاردة مدير مدرسة ومسك الميكروفون في طابور الصباح وقال لهم من النهاردة الباب هيتقفل واللي هينط من فوق السور هنرفده من المدرسة، في بعض الطلبة بالنسبة لهم ده هتفرق ايه؟ انا طبيعي باجي في اول النهار بمشي في اخر النهار، عمري ما فكرت ان انا ازوق في الوسط، عمري ما فكرت ان انط من على السور، يعني الموضوع دوت بعيد تماما عن بالي. فاصبح الناموس اللي بيتحط دوت لا يؤثر فيهم، بينما في عيال تانية متغاظة يقول لك يبتدي يزنقوا علينا ولا ايه، ويبتدي يفكروا في طرق اخرى ازاي يزوغ طالما هم حطوا قانون يمنع النط من على السور. اما الانسان الحر اصبح الناموس بتاعه ناموس حرية. النهاردة لما ربنا يقول لا تقتل، انا هتضر في ايه؟ وانا هقتل؟ وانا كان في نيتي اقتل؟ لا تسرق، هو أنا كنت ناوي أسرق؟ فيبقى الإنسان أعلى من القانون بالأخلاق وبالحرية، عشان كده سمى الناموس الكامل ناموس الحرية.
من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت، يعني ثبت في الاطلاع مش مجرد بس في المراية ومش، وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. طبعا مغبوط يعني ايه؟ سعيد. لما تقول صاحب الغبطة يعني صاحب السعادة الفرحة. انتوا كلكم هتكونوا مغبوطين لما بندرس رسالة يعقوب وناخد منها تدريب عملية، مهارات استخدام الكتاب المقدس، على الأقل منها حكاية ان انا افرح في التجارب وابتدي ادرب نفسي عليها وما انساهاش، ما يبقاش بصينا في المراية ومشينا. على الأقل منها الإبطاء في التكلم وفي الغضب والإسراع في الاستماع، ويبقى ده تدريب في حياتي ان انا اسمع كتير واتكلم قليل والغضب ما يجيش بسرعة. يبقى انا نفست بقيت عاملا بالكلمة. يختم بقى: إن كان أحد فيكم يظن أنه دين، يعني إيه دين؟ كثير الدين يعني متدين، وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. واحد متدين وحلو في الكنيسة ومعانا وجات له تجربة ما يقدرش يلجم لسانه وقعد يزعق ويشتم ويجدف على ربنا ويتذمر، فديانة هذا باطلة. تجربة كشفته، ممكن تكون كشفته قدام نفسه. أحيانا إحنا بنتخدع في أنفسنا، أو يقول لك إيه يخدع قلبه. أنا بخدع نفسي إزاي؟ إن أنا يوميا في الكنيسة رايح جاي رايح جاي رايح جاي وبتناول وبخدم كل حاجة، بس أنا مش شايف إن أنا فيها حاجة وحشة. عامل زي في الرهبنة، لو في أب نفسه يتوحد في مغارة، أب اعترافه يديله الأول تدريب إنه يدعك جوه مجمع الدير، يسلموه أشغال تخليه يشتغل يمكن 20 ساعة في اليوم وحاجات متعبة فيها احتكاك بالرهبان. ليه؟ لأنه ممكن جدا يروح المغارة وجوه فيه خطية ما تبانش، يظن في نفسه قديس، لكن الاحتكاك بالناس بيبرز ضعفات. فاكرين قصة الراهب اللي كان نيرفز؟ فاكرينها القصة دي؟ كل ما يتكلم حد يتنرفز، بعدين جاله فكرة قال بص أنا بدل ما اتنرفز أروح أقعد في مغارة لوحدي لحد ينرفزني ولا نرفز حد. ومن غير ما ياخد مشورة حد من أبائه لما عزاله وراح ايه في مغارة في الجبل يسكن لوحده تماما، يقول لك عشان اخلص من الغضب. فكان معاه قلة، فاكرين القلل؟ فالقلة اللي هنا يعني. احد القلة دي ملاها مية، وبعدين هناك في المغارة في شباك طبيعي كده في وش الهواء، قال لك احطها في وش الهواء عشان تسقع. لكن الشباك ده ما هو زي شبابيك بتاعتنا معمولة بالمحارة، حاجة كده في الجبل، فالارض مش مستويه بتاعه الشباك، فحط القله كده راحت وقع، فراح معدلها وحط جنبها طوب كده يسند حواليها واطمن ان هي ثبتت وسابها واتدير. على ما اتدير راحت ايه مايله تاني، راح رجع وقعد يحوط حواليها تاني وحشر بتاع واطمن ان هي ثابته واتطمن خلاص، واتضيق راحت وقع، راح مسكها دببها في الارض. فالشيطان ظهر له قال له اديك اهو جيت في الوحده وما زلت بتغضب. يعني ممكن واحد يتخانق مع دبان وش، مش بيقولوا كده؟ فتبقى الخطيه جوه وانا مش واخد بالي، واظن في نفسي ان انا كويس. لما يجي بقى احتكاك بيبرز اللي جوايا. جايز تظن في نفسك انك طويل البال، تقول انا عمري ما اتنرفزت، الكلام ده في حين يعني عمري ما اتنرفزت. طب يجي بقى واحد يستفزك كده تعمل ايه؟ هتلاقي نفسك اتنرفزت، تقول الله ده هو المستفز. لا، تقول لك لا انت اللي جواك غضب بس مش واخد بالك.
ما هو طول ما الناس بتعاملك كويس انت كويس، مش عشان انت كويس، عشان الناس بتعاملك كويس. فمحدش يخدع قلبه. امال ايه بقى الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب؟ هي هذه: افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم، وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم. صدقني دي حاجه سهله قوي. يعني لما يلخص لي كده الديانه الطاهره النقيه المقبوله عند الله، مش كثره الصلاه. ياما واحد يكتر صلاه وقليل ضمير، صحيح؟ مش كثرة الصلاة ولا كثرة المطنيات ولا الأصوام الكثيرة وتكون انت من جوه مليان بالقساوة ومليان بالغضب. الحكاية دي منتشرة جدا في شعبنا القبط، خصوصا بتوع الكنائس، مع ان الكتاب المقدس بيقول حاجة غير كده تماما. نكتر صلاة، نكتر مطنيات، نكتر مزامير، نكتر أصوام، ونكتر الغضب والزعل والقمصة والخناقة وأقل حاجة تزعلني. فين؟ فين ربنا؟ فين الحنية؟ فين بساطة القلب؟ فين النقاوة؟ فهو لخصها لنا: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه. إيه بقى؟ الافتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. خلي بالك، زي ما أنت معرضة للتجارب، في ناس عندهم تجارب ما تسيبهمش، افتقدهم. وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. الدنس مش بس خطية الزنا، دنس العالم هو التعلق بكل ما في الدنيا، تلوث. عارفين التلوث؟ عايز أقول التشبيه: دم الإنسان مثلا دم نقي جدا، لأن لو دخل فيه أي جسم غريب، أي جسم غريب يدخل في الدم، التانية معقمة. فبيقول كذلك القلب بتاعنا، أي حاجة من الدنيا هتدخل تلوث، مش الزنا بس، كل بالنا احنا ايه؟ خطية الزنا. لكن أي خطية، أي تعلق بالعالم هو دنس. أمال عايز تدخل حاجة هنا، دخلها حاجة تكون معقمة بتاعت ربنا بقى، فيها النقاوة بتاعت الروح القدس. احفظ نفسك بلا دنس من العالم. انت عارفين اللي يحفظ نفسه بلا دنس معناها عمره ما هيزعل. هتزعل على ايه؟ ما كل الحاجات اللي بتضيع دي دنس. هختم بقى بقصة عشان انا طولت. واحد راهب عايش في مغارة، هجم عليه عصابة لصوص. قبل ما يكتفوه قال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا له عايزين ناخد الحاجة. ناخد الحاجة وامشي، ما تأذنوش يعني. فهم لموا العزال كل اللي في القلاية ومشوا. فهو قام يشكر ربنا: اشكرك ان انت انقذتني، ان هم كانوا هيضروني. بيقفل الباب، لقى ورا الباب ايه؟ مشنة. عارفين مشنة؟ بتاعت العيش دي. نسيوها، ما خدوش بالهم يعني ان هي موجودة. فراح طالع ندى عليهم: انت يا ريس، انت يا عم، انت اللي هناك. فقالوا ايه؟ قال لهم انتوا في حاجة نسيتوها هنا. فرجعوا مستغربين، قالوا له: يعني حد في الدنيا يعمل كده؟ ده أي واحد غيرك كويس إن سابوا لي حاجة. قال لهم: لا، أنا حسيت إن أنتوا عايزين الحاجات دي، فبالمرة خدوها، أنا مش عايز. تعرفين كانت النتيجة إيه؟ قالوا له: رهبنا. العصابة دي كلها أخذها لديرة رهبنا وبقى مسيحيين. بس لو سألنا الراهب ده: أنت عملت كده ليه؟ هيقول إيه؟ هيقول: لأن هم فوقوني. مفروض أنا راهب ما يبقاش عندي حاجة خالص، وساعة ما سكنت في المغارة ما كانش في حاجة، بس كل شويتين الدير يبعت لي طبق، يبعت لي معلقة، يبعت لي مش عارف سبت فيه فاكهة، الحاجات اتكومت فبقت زبالة. فهم لما جم شالوا الزبالة ونظفوها. فلما بصيت أنا لقيت في حاجة، قلت لهم: بالمرة خدوا بقية الزبالة. ممتلكات العالم بالنسبة للراهب زبالة، نفاية. فإذا إحنا حطينا في بالنا إن كل ممتلكات العالم هي الدنس، وتيجي حاجة أفقدها
اشكرك يا رب ان انت خلصتني من دي. يبقى هزعل ليه؟ الراهب ده كان ممكن يقعد يولول ويعيط ويقول لك تجربة حرامية، قولي تجربة ايه ده؟ يقول انت خلصتوني من الهم اللي انا كنت فيه. فاذا كنت بفتقد اليتامى والارامل في ضيقتهم واحفظ نفسي بلا دنس تعيش في سعادة حتى لو كان هناك تجارب. ربنا يحفظ حياتكم لإلهنا المجد الدائم الأبد. آمين.